غزة الذئاب ترى ما هو نبي مرسل ولا ملك يحكم دولة ولا شيخ قبيلة. كل ما صار عندي سالفة أخذت أنت وياه في فمك زي البانة. أنا أعرف ليه، لأن الحمار ما عنده إلا المعلف يعالج، ما في سالفة ثانية. حتى محمد الغبر يعني إني جبته في بيتين شعر. لا حبيبي ترى شعار أبو بيتين حدك الانستغرام وانتهى الانستغرام بحضور التيك توك، والتيك توك راح ينتهي بحضور رجالات وهذه الدنيا. لا 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 لا، يجيبوا لي التاريخ، التاريخ اللي ما أدري أي تاريخ، أنا ما أعرف التاريخ هذا. سلمان العمري يا أخي، يا أخي أنت عليك جلد، لكن تبقى دخلت التاريخ، أي تاريخ أنا ما أعرف. مشهور وموظف، كل الموظفين خيروهم بين الشهر والوظيفة. سلمان أنت فخر يا سلمان، أنا لا أدري جلدك فظيع يا سلمان. هذا الانتباه، لا هو ملك دولة ولا هو شيخ قبيلة ولا هو نبي مرسل. إذا لو ما كان هو نمبر 1 لما تحدثت عنه جميعا، لا كان صراحة هو غازي زيادة. أنا بعرف بس عشان عتيبي ولا عشان بدوي ولا عشان قبيلي، ما أدري شو الموضوع والله. أنا لكن أسامة داود محمود السكسك ما لا يحمل موثوق، هذا شرف وتاج راسنا من جدة. أيوة أسامة داود من دولة فلسطين. أمس جايب واحد حق لغة إنجليزية، هو ما يعلن، هو جابه وسوى حوار وجاب ولده معه تعليم اللغة الإنجليزية ومنشنه، يعني منشنه إعلان. هذا زي أمس أسامة داود حط فايبر، شركة فايبر مليون شركة، لكن حلف قال أقسم بالله مو إعلان، هانوا هذا رقمهم. أنت أشرت أستاذي أسامة داود على الرقم مو إعلان، أنا ما أدري، هذا ما هي شغلتي صراحة. طبيعي الموضوع، حتى من ويانا الحزة دخلوا في الموضوع صاروا ينتقدون، حتى خليفة دخل في الموضوع صار ينتقد. لا لا صراحة لا. من هو غازي؟ من هو غازي حتى تعطي النظر؟ عمر العتيبي مع ظله يقول عمر العتيبي قضايا العرب، القضايا حقت العرب. يلا استمروا، السلام عليكم.